التفاح. رجعنا لكم بتحدي جديد، تحدي جديد اول مره نعمله، تحدي اللون الازرق باللون الاصفر لمده 24 ساعه. خدوا بالكم عليه، قال اللون الازرق بعدها اللون الاصفر. ليه؟ لان دايما بيجي اسم الكبير الاول. انا قلت اللون الازرق. قصدك ايه بالكلام الماسك؟ على فكره انت اخ غيور مني. غيور مني عشان هو سيم اكتر منك. اه لا فعلا في فرق كبير ما بيننا. دمي خفيف اكتر منك. اه لا فعلا. يا جماعه انا عايز اقول لكم الجرجس ده بيحبني جدا. انا من اهتمامات جرجس ليه بقى؟ هو بيختارني بعد ابوه وامه وناسه واصحابه وقرايبه وعربيه الفول اللي عندنا في المنطقه، ضحكه راجل بسيط بواب عماره، المكواجي اللي بيكون الهدوم. بس يعني هو بيحبني برضو، يعني مش هقدر اقول زي اخوه، بس يعني انا موجود. ليات شكليات. اه فقبل ما نبتدي التحدي بتاع النهارده، تعالوا نعلن عن نتيجه الجيف اوي. مين اللي كسب الايفون 14 برو ماكس التاني؟ انت تعرف ان احنا عاملين جيف اوي على اربع ايفونات 14 برو ماكس 256 جيجا؟ احب اقول لك شروط المسابقه لو انت عايز تكسب الايفون وممكن تصيب معاك، لان بقى 3 ايفون مش ايفون واحد. شروط المسابقه سهله جدا، كل اللي عليك ان انت هتشترك في قناه التوينز اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي وقناه التوينز رياكت، وبعدها تيجي على الفيديو ده عادي تكتب كومنت تم. طبعا ده ما يمنعش ان انت تعمل لايك للفيديو. نشوف مين اللي كسب المره دي. كل اللي علينا ان احنا هنروح ناخد لينك اخر تحدي، وبعدها حط اللينك. الموقع ده بيسحب على شويه من الكومنتات بيختار الكسبان على طول، احنا مالناش دخل، مش محدش يقول لي ما كسبتنيش ليه اصلا. اللي كسب المره دي اسمه ادهم سعيد، كاتب كومنت سهل تكون صانع محتوى لكن صعب تبقى دباح ولا ايه؟ انا عايز اقول لك يا صاحبي ان بسبب الكومنت ولا ايه ده انت كسبت الايفون 14 برو. مبروك ليك يا ادهم على الايفون 14 برو ماكس ال 256 جيجا. كله النبي رد علينا بسرعه. والنبي هنبعت لك مسج على الايميل قبل ما التحدي ينزل، رد علينا عشان في ناس كتير هيبقوا ادهم بعد التحدي. المهم لو عايز تكسب ايفون زي ادهم برضو يعني يا رب كلنا ان شاء الله، ما تنساش تعمل خطوات المسابقه. انا هاكل حاجات باللون الاصفر، ما ينفعش اكل اي حاجه باللون الاصفر حتى لو كيس لونه اصفر بس هي من جوه طلعت لونها ازرق، يبقى هو اللي هاكل. في حاجات اصفر حلوه جدا زي مثلا موز ملبس، بس في حاجات اصفر وحشه جدا زي الليمون زي البيض. بس كده اخاف لمسك يا ابني، انت هتتعصر بوله. وانا ادوني الصور اللي لونه لبني ده، وانا الصور اللي لونها اصفر. الصور ده بطعم الكرز، اما جرجس الصور بتاعه بطعم الليمون. يعني انا بعشق الليمون، فهي خساره ان هو اخده. بس نجرب لان الصور ده بيقولوا عليه شديد جدا. اللي مش عارف يعني ايه صور، يعني دي حلوه حمضه اللي هي بتبقى لازعه، تلاقي نفسك بتجزع كده لو مش قادر. تخيل كانك بتتفرج على نظريه هبدوبيتش من جرجس، هو نفس الاحساس اللي هو هبدوبيتش غايب بقاله كتير راجع بالنظريه. استنى ده انا كاتبها لك. تعريف الحب عند هبدوبيتش: الحب هو شعور تشعر به عندما تشعر ان شعورك يشعر بشعور لم يشعر بهذا الشعور من قبل، فتشعر ان الشعور يشعر ويحملك الى استشعار مشاعر شعوريه بمشعار مشعشره. ده تعريف الحب السليم، واسمعه من هبدوبيتش وما تراجعش وراك. دي بصوا الامانه انا نقيت اكتر واحده صور لان انا شخص طماع وطفص وباكل اي حاجه قدامي. بصوا انا عندي المنظر عامل ايه. يلا نشفة قوي. ما عندكمش لون احمر؟ باكل طول اليوم بطيخ. هو اللي يخلص الاول. كفو انا الاول. بقول لك ايه، هنلعب جوله تانية على اسرع. قشطه ماشي. 1 2 3 انا برضه هطلع بقى. اهو كده يا جماعه للمره الرابعه 5 6. لا حبيبي في جولات كتير قوي النهارده. انا كسبت الجوله دي، انا كسبت الجوله دي الاسرع الاقوى. نخش بالجوله اللي بعدها. وده اللي هو انتوا ثانيه انتوا عارفينه صح؟ نفتحه يا جماعه، حاجات جديده يا جماعه. اوه شايف يا ولدي؟ حلوه قوي. صح كل واحد في الامور. بس كتفك دخل عند روني. اوعى. ينفع؟ طب يلا. مش احنا بنوزع ايفونات؟ يعني احنا اغنياء. ده السيجار بتاعك. اوه ياه شكله مستورد يا رؤوف بيه. اجود انواع السيجار.
ودي السيجار بتاعك اهو عشان انت بص مش باشا طلعت حيوان. اوه طعم حلو. ايه انت بتاكل ليه؟ طالما مش مكتوب لي يبقى ما تدوقش منه. الدنيا يا ابني كده يوم في ايدك يوم في ايد غيرك. لم لي السيجار ده ولا انا هلم بس عشان امك محتاجه البرطمان. طبعا يا جماعه دلوقتي هنخش بالجوله الثالثه، والجوله الثالثه زي ما انتم عارفين ان رامي كالعاده غصب عنه من تواضعه كسب، بيكسب بصراحه في كل التحديات الا قصف الجوله. بس الموسم الثاني غير. نخش بالجوله اللي بعدها. طيب مستردة، على فكره انا بكره المستردة. احنا كده ابتدينا القرف حرفيا بقى. افتح انت. انا بقى للاسف شايف القوه يعني حرفيا كيس بيبوظ. بص بقى يا التحدي هيمشي كلام، انا ما اعرفش القاعده بس انا بحطها دلوقتي. حط يا كل واحد يفتح بقه ويدوق مش حته صغيره لحد ما بقه يتملي شويه. يلا يلا. عايز مية. ده وجعنا بطني اعمل حرايق. هنا بقول لك ايه، في حاجه هموت واجربها. كده يا ابني جه على الحيطه الجديده. هو باين ان هو جه على المكان اللي بنصور فيه توينز 2. معلش الواحد كده يا عم الواحد. لا استنى الكاميرا. كويس نعم ساره ماما مش موجوده. ده مبدئيا الغطا بتاعي فين؟ فين الراس عندي؟ انا مش هدوق بصراحه مقرف قوي. طعمه وحش. بعد معركه تنظيف كبيره قوي. كبيره ايه انت؟ ده انت المكتب بالخرده مسترد. الخرده اللي هي نفس المسترد. لا ايه ده حاجه وده حاجه؟ يعني اتذكر مش لازم يكون راجل. انت ادرى كده كده مش عارف تجيبها في الاثنين. عشان كده مكتوب له في البطاقه لم نحدد نوعه بعد. جديدة. المهم نخش في الجولة اللي بعدها، والجولة دي حاسمة جدا. أنا بس بقول لكم ولا تنسى تضغط زر الاشتراك مع تفعيل الجرس. جاي فايق النهاردة. أنا فايق. خش على الجولة. لا تعال عليا شوية. قول لي لو سمحت يا أم رامي يلا بينا على الجولة اللي بعدها. لو سمحت يا أم رامي يلا بينا على الجولة اللي بعدها. قول أنا شاطر مؤدب وهطلب بأدب. شاطر مؤدب وهطلب. أنا موهوب. أنا محبوب. طبعا لا للتنمر بس. المهم جالنا ادي كيس ادي اتنين ادي ثلاثه مارشميلو بالموز. وي رامي جالنا مارشميلو الكلاب. طبعا المارشميلو ده جريس متعود عليه من بدري بس احنا ما كناش راضيين نقول لكم بقى. مارشميلو كله وقع. انت قافل بقك ليه؟ ها؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة حاطط ايدي على وسطي. الله الله الله. عادي اهو بتمتع اللي بيتفرجوا. المهم بص يا جماعة ده مارشميلو بالموز وده بنكهة النيكلوديا بنكهة كرتون مش فاهم ازاي. ده فعلا طلع بطعم الموز. انا عايز افهم هو بالموز هو في حتة بيضة فالمفروض ما كلهاش. لا ما ديش الموز. مش المفروض المارشميلو ده بيتسيح؟ طب انا عايز ولاعه. حبيب قلبي تسلم. مختلف. وريني نجرب بقى عندنا. بص بقى اما نشدها. انا عايز اجرب الحم اتنين في بعض. هل لو عملت كده هيتلحموا؟ ملحومين اهو ولا مش ملحومين؟ ملحومين. طعمها محروقش اهو. طعمها وحش؟ بتاعتي طعمها جامد. اسمح لي بقى يا ابن القرف ده. انا اخد دول دول يلزموني بقى ايه في السهره كده على الرايق. جول ضربت شوالي. جول ضربت شوالي. طب يا جماعه الجوله دي بصراحه انا اللي فكرت فيها. ليه؟ حلو انك سالتني ليه؟ محدش سال. جرجس هياخد بيضه صفراء او يعني حمراء. هو بصراحه ما لقيناش بيضه صفراء فالاحمر اقرب حاجه للصفار. اما رامي لما بياخد بيضه بيضة اطفال بس شايفين الحجم. المهم نفتح ونشوف. طب انا افتح ازاي؟ طب هي دي مسلوقه؟ مش مسلوقه. لا حاسسها مسلوقه. وريني كده. او ماي جاد. انا
زعلان على البنطلون ومش زعلان ان انت والصفار دلوقتي مش هنعرف نفرقكم بعض. تغسل وشك انت ازاي دلوقتي؟ انت عبيط يا اسطى. ريحه الزفاره مش من دلوقتي بس. قلبي بقيت كارثه بضمير. المهم نفتح البيضه بتاعتنا. طب ما عملناش ايه؟ في حد بيتكلم؟ سمعتي حد بيتكلم؟ مصاصه لعبه بوصله تقريبا. انت مسموح لك تاخد الازرق بس. وده ده برتقال يعني اقرب للاصفر. ايه ده بقى؟ دي ميداليه. في كوره اهي. الكوره دي مش زرق. وريني المصاصه لونها ايه. طب ليه بقى مصاصه زرقاء وده ايه؟ زرقاء ودي زرقاء. في ايه؟ لو مش عارف تفتحها افتحها لك. اوعى اوعى. الشوكولاته دي ما اتمنهاش لالات ده عاديه بجد. خش على الجوله اللي بعدها. ماشي يا زيكا. انا اسف يا زيكا. الحقوني يا جماعه، رامي اتعرض لذبحه صدريه. اشترك بسرعه. جرجس بقى نزل له في المره دي في الجوله دي حاجه ريتش كده يعني. دي من الطبقه اللي فوق اللي احنا ما بنشوفهمش دول. دي يا جماعه الاناسايا. ما شاء الله المنظر. عامل زي بتوع الاكل. هذا المنظر يستحق اللايك والشير. حلوه ولا وحشه؟ جامده قوي. دي حياه ريتش. انا جرجس ريتش. نخش بقى في الجوله بتاعتي. حلو. الجوله بتاعتك من هنا. ما انا رايح اجيب السكينه. بصوا بقى يا جماعه، بصوا انا نزل لي ايه. دي بطيخه لونها ازرق ما شاء الله، تحسها نفس لون الحيطه صح؟ بطيخه مطقمه مع الحيطه. عبال ما انا وهي نطقم سوا. بيبي حطمتي حياتي، بيبي في الحياه خالص. يا ترى البطيخه دي حمراء ولا قرعة زي حياتي؟ والله شكلها كده يا جماعه طلعت متلونه بس قشطه يعني. هنشوف الموضوع ده. هنا ساسكت قليلا. منظرها جامد. منظرها جامد وهي لونها ازرق وهي حمراء وبتاع. بس هندوق هندوق ونقيم. شيل من هنا. شوف عشان ما رضيتش تخش بقي ربنا يوقعها لك على الارض. اهو كده انت هتخش جهنم. ليه؟ ما طعمتش مسكين ورميت نعمه ربنا في الارض. المهم نجرب ناكل حته بس من بطيخي. خلاص يا رامي انت بتعملها ورده. حاجة بس صغيرة عشان انا ايه عامل دايت. ثانية هقول لك على حاجة. حطها بس ثانية. حطها هنا في البطيخة. لونها احمر. مش هينفع تاكلها. ده بجد. يعني مش هينفع اكلها. بجد مش هينفع تاكلها. طب سبتني اقطع ليه؟ هي لونها ازرق. لو كانت ازرق من جوه كان ينفع تاكلها. ما ينفعش. انا اسف. قوانين التحدي. اصادر البطيخة دي. طب يا جماعة وده ينقلنا للجولة اللي ما فيش زيها. الجولة الاحلى. الاجمل. الجولة النهائية. ودي اللي بتحدد مين اللي هيكسب. الجوله دي اندومي كوري. دي قاعده حطها في دماغك. اي اندومي او نودلز كوري ازرق ما تجيبهاش. ورينا بقى الاندومي اللي نازل. اندومي بالجبنه الاصفر. ده اندومي بالجبنه. نخش بقى على رم. اقذر اندومي انت ممكن تشوفه. المهم بيقول لك ايه بقى؟ ان ده اسمه ساميونج سي فود بار، يعني حفله اسماك البحر. وانت عارفين هم بقى في الصين ما بياكلوش حاجه من البحر عدله. دي فيها ايه بقى؟ كابوريا، اخطبوط، استاكوزا، جمبري، صدف، في حاجه ثانيه اللي هي بتبقى الحلزون ده. كل ده سبحان الله مجمعه في الكيس ده. المهم نغطي بقى. طب وانا اغطيها ايه؟ اغطيها بالستر؟ لا اغطيها متنيه. ضربوني على الدوتا، انا باخد العلقه وباكي بوست. نستنى يستوي، نحط عليه التوابل ونجيبه جاهز. 1 2 3 يلا بقى. الاندومي بتاع رامي ريحته كريهه. ريحه جامده بس بس. استنى بقى نشم ريحه بتاع جرجس. واعتقد انها هتكون ريحه حلوه. شطه شويه. الشطه يا ابني للرجاله. طب بقول لك ايه؟ وهتاخد 50 جنيه بس سيبني اكل معاك. فلوسك تحضر عينيا ليك. طب ممكن اخد 3 معالق ب 100 4 ب 100؟ لا 3 ب 100 يا اخي. اول ما اكل هتاخدهم. انت نص بس. طب خلاص هاكل هاكل بشوكتي. لا طب انا كده استفدت ايه؟ معلقتك معاك يا باشا. كده 2 كبر. اهي يا عم كده 3. ندوق احنا الاثنين نفس الطبق. عمال غشيم قوي كده ليه؟ ما حطيتش صوص كوزو. لا وحش. مسحت استسلم. انت اشتريت 3 معالق. طبقك بقى اكبر. طعمك بقى اوحش. ريحتك فايحه. انت ازاي قدرت عليه؟ الاندومي بقى بتاعنا.
رب ليه يا رب ليه 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 يا اللهم لا اعتراض يا رب ليه. النودلز دي ما تاكلوهاش وما تجيبوهاش، طعمها وحش قوي، بس انا اقدر اكمل. اه هعيط بس اقدر اكمل. طب كم؟ ايوه انت هتستسلم ولا هكمل؟ لا انا هستسلم. طيب خلاص يبقى انا كسبت. لا ما انت لازم تكمل، يا اما احنا الاثنين نستسلم. لا ما تهبدش. طب يا جماعه كده نكون خلصنا التحدي بتاع النهارده. لو عجبكم التحدي اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا الجرس، ولو عايزين نعمل جزء تاني بس هنغير لون وهنغير شخص، ويا رب يكون انا. ما تنساش تدوس لايك وشوفكم الفيديو الجاي. سلام.